أدعو العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ خضري أحمد مصطفى، أقول لكم جميعا يا مصر قومي واسمعي القرآن، فقارئنا الآن يزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي، هيا بسماع قارئنا الآن يزلزل الوجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه
شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى. الله يسلمك. الله يديك الصحة رب. ربنا يبارك فيك يا رب. مدير العمالقة اسمع حاجة لله. الله يفتح عليك. مين هيقول في الزمن ده يا سيدنا؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ومن الليل فسبح ومن الليل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إن هو إلا وحي يوحى علمه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى السلام
ذو مرة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أفتمرونه على ما يري أفتمرون
أفتمرونه على ما يلي ولقد رئب نزلة أخرى عند سدرة إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر ما زيغ البصر وما قضي إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما ما زيغ البصر وما طغى ما زيغ البصر
البصر وما طغى لقدر من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون. ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون. لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
عن النعيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا ثم لتسألن يومئذ إن الإنسان لفي خسر إلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا. وأرسل عليهم طيرا. وأرسل عليهم طيرا نبابيل. ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. الله عليك يا مسخر. الله عليك. اللهم صل على حضره النبي.
رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار نسألك ربنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وأعدل العادلين وأسرع الحاسبين أن تجعل ثواب ما تلي ونوره هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المقربين ثم إلى روح راحلنا الكريم وسائر موتى المسلمين. اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالإساءة مغفرة ورضوانا. ربنا عامله بالذي أنت أهله لا بالذي هو أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه، اللهم ارفع درجاته في المهديين يا رب العالمين. اللهم لقنه تحت أطباق الثرى حجته يا أرحم الراحمين. اللهم شفع فيه الصلاة والصيام، شفع فيه شهادة أن لا إله إلا الله، شفع فيه شهادة أن محمد رسول الله. اللهم شفع فيه كل من قال لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وله ولمن مشي في جنازته ولمن أهال على قبره التراب ولمن غسله ولمن كفنه ولمن صلى عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أحياء وأمواتا وارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم جاف الأرض عن ذنوبهم، اللهم اجعل الجنة مأواهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل وباء وهم وبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل وباء وهم وبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل بلاء وهم ووباء يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، سعدنا وإياكم بمسك الختام من فضيلة القارئ العلم الشيخ خضر أحمد مصطفى نقيب قراء محافظة المنوفية قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية في هذا المقام القرآني الكبير تكريما لراحلنا الكريم حج جلال محمد الجمال، مشاركة لنجمه المعلم عادل، مشاركة للحج سعيد والحج محمود الجمال وللحج حمادة والحج عمرو الجمال والحج حسام الحج عبد العزيز حسام الدين. نقلناها لحضراتكم من داخل قصور الضيافة المتنقلة الحج عماد الشافعي، أما قناة المهندس محمود طعيم للقنوات الفضائية المصرية، الهندسة الإذاعية المهندس أيمن عمر، أعمال الضيافة المتريحية المليجي. شاكرا إليكم جميعا أيها الكرام، أحدثكم عابر أبو سلامة، نسألكم الفاتحة لروح راحلنا الكريم وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.